وقمنا بالتصحيح بزياره نصرف لتوزع الاسئله طبعا الاجابه في نفس الورقه، وفي البعض منها الاجابه خارج الورقه في نموذج معد، نصرف الارقام السريه ثم يتم التصحيح، تصرف الورقه الاجابه الى مفتش الماده ليتم تصحيحها، ثم يرجع لنا الورقه ليتم رصد الدرجه في مكان المدرسه الثابته المخصصه حسب الرقم السري المصروف لها. وطبعا المسابقه جميع المدارس تجوره مشاركين في هذه المسابقه، وكانت مسابقه جيده وناجحه وكل النجاح، وتعتبر بادره طيبه لاول شيء لكل طلبه اللي تعرفهم على بعض المدارس اللي في بعض من المدارس غير معروفه لدى الطلاب في مناطق قريبه من المدارس الاخرى، وهذه تعتبر تعارف جيد جدا ومشاركه طيبه جدا جدا ان شاء الله. اي كما تقدم بشكر لكل من ساهم في هذا العمل، سواء كان من ناحية الإعلاميين أو مدرسي المدرسة أو المفتشين اللي قايمين برعاية هذه المسابقة، وكذلك مراقب التعليم بمنطقة التجورة.